جزء كبير يتحمله الفنان، لأن الفنان الله غالب، هذه حقيقة نقولها بكل مرارة. أنا ما عادش خايف من حتى شيء، أنا عمري مشى خلاص، أنا بس لازم كلمة حق لابد أن نقولها. يعني الفنان أحنا في أغانينا لو تجمعها الكل إلا ما رحم ربك، إلا ما رحم ربك، يعني 90-95% لا نتكلم إلا على حبني حبيتك وغدرت بيا وأنا بكرهك وأنت بحبك وأنت حياتي وأنت روحي. ما فيش بس المواضيع هذه بس نغني فيها. راهو الفنان شاهد على عصره، راهو الفنان دوره أهم من السياسي، راهو في السياسي عابر سبيل، الفنان يبقى في الذاكرة والمواقف اللي يتخذها والأعمال الفنية، كان شاعرا أو كان أديبا أو كان فنان مغني أو كان ملحن، يعني هو اللي بشقعد في الذاكرة. لو نسأل السادة النظارة ونسأل سيادتك من كان يحكم أيام بيتهوفن، ولا من كان رئيس مدير وزارة الثقافة أيام سيد درويش، ولا من كان ما يعرفوش. الفنان هو اللي باقي في الذاكرة، الفنان بمواقفه بفنه وبالشعر وبالكلمة وبالرسالة اللي يتبناها ويبعثها للجمهور متاعه. مش معناتها أنا ضد الحب، أنا هذا الكل نابع عن حب.